السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عندك كتب كتيرة ومحتاج ان انت تاخد معلومة منها، مثلا كتير جدا بتكون محتاجين معلومة من ال NFPA الكود بتاع الحريق، وتقعد ساعات تدور على الجزء اللي انت عايزه. طيب في بقى دلوقتي حاجة اسمها شات دوكومنتس، شات جي بي تي، بتبدأ ترفع له كذا كتاب معين وتبدأ ان انت تتناقش معاه. الموضوع ده مهم جدا لانه بيعمل تغذية عكسية. يعني انا دلوقتي لو انا عايز اسأل شات جي بي تي عن حاجة في القانون، فهو يجاوب بأني قانون؟ القانون الأمريكي لأنه هو متغذي بيه، أو البريطاني، لكن هو ما عندوش أي معلومات عن القوانين في مصر عاملة إزاي. تمام؟ فتقدر ترفع له كتب القوانين وتسأله بقى المسائل اللي في القانون. ممكن ترفع له كتب خاصة بالمنهج الدراسي وتبدأ تسأله. طب إحنا كده مش بنغش، المفروض بقى التعليم يتغير زي ما هو اتغير لما كان في آلة حاسبة، فبدأ إن هو يسمح بالآلة الحاسبة، لكن بيدي أسئلة فيها تفكير، ف يقول له خلاص اسال الذكاء الصناعي، لكن ناقشني في الاجابه اللي هو جاوبها لك، هل انت مقتنع بيها او مش مقتنع بيها، هل هي فيها مشاكل، هل وهكذا. فكل اللي عليك ان انت جيت ستارت، بترفع الملف الكتاب وتبدا تتناقش معاه فيها. بيقول لي هنديك هديه، يعني هديني اجرب كذا مره ببلاش يعني. تمام. طيب خلينا نشوف. بيقول لك ارفع اي ملف وبعد كده اساله. فبعد كده اقدر اعمل دراج اند دروب او ارفع الملف اللي انا عايز اساله فيها. بيقول لي انت الليمت بتاعك 200 صفحه، والملف 36 ميجا، 5 ملفات في كل 24 ساعه. فانا شايف ان ده معدل كويس، يعني ما اعتقدش ان في حد يحتاج اكتر من كده. تمام. انا اختار الملف دوت عشان ما بقاش بفتح ملف مش ملكي فيحصل مشاكل. دي مرات انا جربت فيها قبل كده. تمام. بعد ما بيرفع الملف بتبدا تساله زي ما انت عايز، ويبدا ان هو يجاوب على الاسئله بتاعتك. ممكن يلخصه لك، ممكن يديك اجابه على حاجه معينه، كانك انت قاعد مع الراجل اللي كتب الكتاب وبتساله، فبيبدا يجاوبك اجابه دقيقه. فين المعلومه الفلانيه؟ هنا بيعمل هو اناليسيس للكتاب عشان يقدر يجاوب عليه. فتقدر تعمل اي سؤال وتدوس انتر، هو يبدا يقرا المقال لحد ما يوصل للاجابه. فبدا